عنا معه. لك نعمل خلينا نهرب من هون. إذا لقونا بدنا نهرب بدنا الحكمة ما رح يتركونا عايشين. يا اغا انت منيح؟ انا ما فيني شيء. محمود تعال شوفه. كبوس على الجرح. حدا صار له شيء؟ نحن مناح علي رضا مناح مناح. اخي اصحى لحالك اخي. فاتح صحصح شوي. اصحى فاتح. هربوا الكلاب. علي رضا انت تصوبت. انت منيح يا ابني؟ ايه منيح. ولا دكتور غيرك كان بيقنعني ضلني هون اكثر. مستحيل خلي كلب مثل براق يموتني. عمي انت امتى اخر مره اخذت فيها اجازه؟ معلش بس هاليومين ارتاح، بدك ترجع لنا بصحه منيحه تمام؟ الو شو عم بتقول؟ طيب الاغا منيح؟ ماشي رح انطركم تحت. شوف يا عمي صاير شي لبابا مو منيح؟ ابوك منيح بنتي. صارت قصه صغيره. في شباب متصاوبين. انا رح بدل ثيابي. انا لازم حل مساله البيت هي باي شكل. امي حاطه براسها انها تسافر. ما عم بعرف هديها. مفكرة إذا باعت البيت وسافرت رح تنحل كل مشاكلنا. في حل أسهل أخي. ما تبيع البيت. أمي ما أنا من النوع يلي بيتراجع. آغا؟ السلاح اللي معك لتنكش سنانك؟ خوف فيه الدلال. وهيك رح ينسى البيعة كلها من أساسها. ليك إذا بتقول إنه ما فيك محسوبك بالخدمة منتهية. ما في داعي. ألو مجد؟ خير عبدو؟ ما في بالعادة دي أجبوا على موقف التاكسي. علي رضا تقوص. شو؟ لك شو عم تقول أنت؟ مثل ما عم قلك. يلا يلا جاي. وين؟ أغا لك شو صار له ها؟ جيبوا نقالة بسرعة. خذوا لجوا فورا. ايه سطحوا على مهلك. بابا عمهلك. ماشي عمهلك. استموا ايدي استموا. علي رضا جيبوا نقالة تانية على السريع. ما في لزوم الا لا تجيبوها. مو ضروري. ما بيصير هيك، شكلك نزفت كثير. اتركيني خالدة، لحالي فوت. معناتها خليك عم تضغط على الجرح. انت منيح اخا؟ انت ليش قمت؟ انا ناقصني لبكة. علي رضا على مهلك، على مهلك. طيب طيب اهدي. ممكن تجيبي لي عدة الإسعافات؟ عم أهلك شوي شوي.
الطرب براني ما في شي بخوف. وقف خلينا نشوف. كثير منيح، ما في شي، تمام، جرحت وضلت ماشي. أنا كمان دكتورة دكتور، إصابة بطلق ناري وتسبب بسحجة خارجية، ما في إصابة لأي أعضاء داخلية، بس لازم يتنظف الجرح وينعطى كورس أنتيبيوتيك. تمام حضرة الدكتورة، تفضلي نحن بنهتم فيه. طلعي لي الوريد. حاضر. ما تخاف رح تكون منيح، اطمن. شكرا. حضرة الممرضة، هذا الشاب ماله مرتاح، متوتر شوي، بتعلقوا له سيروم ولا بتعطوه مهدئ؟ لازم الدكتور يفحصه، تفضل معي من هون. الحمد لله على السلامة. تسلم يا صبري، بس أنت شو جابه؟ صرت أحسن؟ إيه صرت أحسن. وينو علي رضا؟ دخلوه لجوا، خالي دخانهم جنبه. شلون بيصير هيك؟ والله الظاهر إنه بشار تبع الشاحنات ما بلع اللي عملنا فيه، لهيك كبس علينا. ولك هذا كيف بيسترجي يعمل هيك شيء والأغا معكم؟ يمكن ما انتبهوا لآخر لحظة كمان، بكرة لما نلاقي بشار بنسأله. أنتوا انزلوا رح صفوا الحق. طيب ماشي. عمالك اهدي يا خانم. علي رضا وينه؟ رقية خانم ما تخافي، علي رضا على العال، ما في داعي للخوف. انت ما رح تعرف شو الخوف لأنه ما عندك أولاد. دكتورة كيف وضعه؟ ما تقلق، الدكتور تدخل بوضعه. هلأ الدكتور بيطلع بعد شوي بيعطيكم التفاصيل. الحمد لله، طمني امي، ليكو منيح، لا تخاف. شو وضعه؟ طمنيني. منيح منيح، ناطرين الدكتور ليطلع. انت شو عم تعملي هون؟ الحمد لله على سلامته، علي رضا وضعه منيح. طول مالك عم بتحومي حواليه، أخي بحياته ما رح يكون منيح، فهميني هالمرة بشو ورطتي كمان؟ أمينة، أمينة نحن بالمستشفى. أنا بدي فوت شوفه لابني. دكتور، إذا بتسمح أمه خايفة كتير، خليها تشوفه. لو سمحت. طيب، أمه وبس. تفضل. ابني. امي اهدي، انا منيح منيح. الله يطفي. انا منيح وما في شي بخوف. ليكي اهدي اهدي. ايه طلعي فيني، ما احلاني هالدموع غاليين بلاهم. اهدي اخي عمري، ما فيني شي. شو عم يخبص هاد؟ من كل عقله عم يقوص على حكمات؟ شي ما بيتصدق، أول ما سمعته أفشع راسي، إلي من الصبح عم حاول اتصل فيه، يعني بما أنك قوصت، خلص شغلك، مو هذا المهم هلا؟ براق، إلي شو هي الحقيقة؟ أنت بتعرف إنه حكمت هونيك ولا ما بتعرف إنه كان موجود عندهم؟ أنا كيف بدي أعرف بابا؟ برأيك، أنا لو بعرف إنه هنيك، كنت بسمح يصير هيك شي؟ كنت بقول له قوص على حكمة جوركان؟ ولو بابا، أنا الصبح رحت لعنده لأعتذر وبوس إيده. يعني هو عمل هالشي من غير ما يسألك؟ هذا اللي بتقصده؟ أنا عن جد ما كان عندي خبر بالموضوع، صدقني
أنا خوفته للأجدب هداك وأبصر وأتخاف على مين مقوس. يا شكله ما بيعرف إنه حكمت عندهم، أو شافه وقال ما فينا نعمل شي وكمل قواص. فهمنا شي، حكمت إذا قدر يلاقي قبلك نحن صرنا بخبر كانا. تعرف هالشي ما هيك ابني؟ رح يخليه يقول اللي بده اياه. بعدين والله ما كان عندي خبر، وكان عندي خبر ما رح يصدقك أي حدا. كرمال هيك اعمل أي شي، حاول تلاقيه قبل حكمت وبتخلص عليه. فهمتني ما؟ يلا.